قولوا له مين؟ اقول له والدتي الله يرحمها احسن منه، لان هي الوالدة. اي ست موجودة في البيت خاصة دول العالم الستمية اللي احنا منه ده، الست اللي موجودة هناك هي اعظم من اي وزير مالية، لسبب بسيط ايراداتها اقل من الواجبات ومن الانفاقات اللي موجودة. كنا زمان استاذ يقولوا احنا بنحبق ومش عارف ايه ونعمل دوت وكذا، كانوا زمان ما يشتروش المربى من بره يعملوها في قلب البيت، الحلويات بدل ما تجيب تورته من بره هي برضه تقوم ايه يعني حاجه في البيت، شويه رز بلبن، اي كلام من الكلام الطيب. تدوير جميع موارد الدوله او الاداره الرشيده لموارد الدوله اللي هي موارد البيت اللي موجود عندنا. السؤال، هل يستطيع اي وزير ماليه او رئيس وزراء او خلافه ان يدبر موارد الدوله؟ هو ده الكلام. احنا نقول حاجه باختصار شديد، مصر دوله غنيه جدا، ادارتها غبيه جدا للاسف الشديد. يعني هو النقطه ساعات تبقى فوق وساعات تبقى تحت. بس قيمه الاجور والمرتبات في الموازنه العامه للدوله 172 مليار، ده في الباب الاول. الباب الثاني المكافئات، والليله دي الناس اللي شغالين في حكومه يعني يعرفوا اللي انا بقوله ده، 8 مليار. الباب الثالث بدلات وانتقالات وشاي وقهوه وخلافه 11 مليار، يبقى بنتكلم في 191 مليار. لو انا عامل بقى حد ادنى 1200، بس حد اقصى للدخل 42000 اللي هو ال 35 ضعف. اللي هو ممنوع واحد ياخد بقى يقول لي اصل ديت مكافاه، انا حد اللجان، انا بدل تمثيل، انا بدل استقبال، انا بدل استهبال، انا بدل فقر، انا بدل ما حد تاني ياخدهم. الليله دي كلها ممنوع واحد يطلع في ايده ياخد في ايده اكتر من 42000 جنيه في الشهر. السؤال بقى، هل موارد الدوله، احنا عندنا موارد كتيره، انا بكسب فلوس كتير، انا او اي حد يعني بيكسب فلوس كتير، بس السؤال ممكن يكسب 10000 جنيه في الشهر، هو طريقه انفاقه هي اللي تحدد ان كان الراجل ده رشيد ولا راجل سفيه ولا راجل اي كلام فارغ. لو ال 10000 جنيه بيطلع منهم 3000 بيسكر بيهم وبيقعد على القهوه يدفع 2000 جنيه وجايب بلالين ب 2000 جنيه ومش عارف مصاحب مين بيديها 1000 ويصرف على البيت 500، هو بيحلف بالله العظيم ان ال 10000 للبيت. واحنا نقول بالظبط القصه بين الحكومه وبين الشعب. الحكومه لديها موارد كثيره جدا تستطيع انها تغني الشعب المصري، وده كلام مش كلام بقى مصاطب وكلام، ده كلام علمي 24 قراءه. الإشكالية مش في إن أنا إزاي أجيب فلوس، الإشكالية إن أنا إدارة الموارد بتاعتي. يعني إحنا عندنا حاجة، الببلاوي مسك الحكومة مثلا يوم 3/16/2013 وقدم استقالته يوم 2/24/2014، يبقى بنتكلم في 222 يوم اللي قعدوا. ال 222 يوم دولت لو شفنا اخر 22 يوم يعني نفوت ال 200، كان عندنا مطالب فئويه واعتصامات لكل الناس، بتوع الشهر العقاري، بتوع هيئه النقل، بتوع السكه الحديد، بتاع الحديد والصلب، بتاع المحله، امناء الشرطه، بتوع البريد، اللي كان فاضل بس ما اضربش انا، يعني انا الوحيد اللي ما اضربتش، بس في الدوله دي يصلح؟ يبقى انت معناها لو قعدت 10 ايام كمان كنا داخلين في نوع من انواع العصيان المدني. يبقى اهم قرار اتاخد خلال ال 222 يوم من وجهه نظرنا هو تقديم الاستقاله. ده قرار محترم 24 قرار زي الفل، اراح الناس ونزع الفتيل بتاع الازمه اللي موجود. الاشكاليه عندهم ايه؟ هو عنده موارد. الناس كانت بتتكلم في حد ادنى للاجور، ده اللي هيج الناس. انت عندك حد ادنى، قلت في شهر سبتمبر 16/9/2013 قلت والله ان انا هعمل حد ادنى الاجور 1200 جنيه. بس اعتبارا من يناير الناس قالت طب وماله زي الفل. لذلك احنا قعدنا من 16 سبتمبر لاكتوبر لنوفمبر لديسمبر ليناير الاربع شهور يعني 120 يوم، مفيش واحد بس عمل ادراج ولا وقفه احتجاجيه ولا اعتصام، على امل ان شاء الله ربنا هيكرمنا وفي نهر فلوس جاي اللي هو ال 1200 جنيه. يعني كان بياخد مثلا 900 قال لك ده 300 ده احنا هنهيص وناكل مكرونه كوين وزي الفل. يعني اي كلام ده كلام، يعني اساسا الارقام دي في رايي انا دي ارقام حقيره، بس نقول وماله.
لما الاسعار غليت بقى من اول يناير، ما التجار قال لك بس الناس دي معاها فلوس، هات الفلوس منهم وعشان نشوف الدنيا. فالاسعار غليت، الناس برضو ما راحتش تعمل اي نوع من انواع الاضرابات. ليه؟ على امل ان في فيضان تل فلوس داخل علي، دخل عليه خصم من كل واحد ودخل عليه عبد الرئيس. يا عم في ايه؟ انما في ناس في مصر، يعني عاوز اقول 200 و300 و400 و500 دي ارقام زي ما انت حضرتك بتاخدي ايه 120 جنيه و60 جنيه. في ناس في مصر هنا موظف طول بعرض، راجل محترم 24 قيراط او سيده طول بعرض، بتاخد في الشهر 43 جنيه و70 قرش. بالمناسبه الرقم ده الراتب زائد المكافاه زائد البدلات اللي هو مشمول الراتب بتاعه. في ناس واحد اتخرج من الجامعه وابوه علمه 22 23 سنه وتعين مدرس بياخد 160 جنيه و120 جنيه.